خلال الآونات الأخيرة أصبح قانون القيمة المضافة حديث الساعة في جميع وسائل الإعلام المصرية، إذ أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة جدلا واسعا ليس فقط تحت قبة البرلمان، وإنما امتد إلى الشارع المصري لما أثاره من مخاوف من أثره على ميزانيات المواطنين المثقلة بالأعباء في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد. فضريبة القيمة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى في سنة 1954 في فرنسا، وهي نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها. وهناك أسباب عديدة للجوء الدولة لتطبيق قانون القيمة المضافة، منها الحاجة الملحة إلى زيادة الإيرادات واحتواء العجز المرتفع والمتزايد في الموازنة العامة للدولة، فيما تسود حالة من الجدل بين خبراء اقتصاد ومسؤولين ورجال أعمال، انقسموا إلى فريقين ما بين متوقعين لحدوث موجة كبيرة من الزيادة في أسعار معظم السلع والخدمات نتيجة لإقرار القانون، مبررين ذلك بعدم وجود رقابة محكمة من الجهات الحكومية الرقابية على الأسواق، في حين يرى الفريق الآخر ومنهم مسؤول وزارة المالية أن القانون يعد إصلاحا ضريبيا وماليا، وأنه لن تحدث أي زيادات كبيرة في المستوى العام للأسعار. فوفقا لما قاله عمرو منير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق عدة أهداف، أبرزها توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل 90% من السلع الأساسية معفاة من هذه الضريبة، وأن الأكثر استهلاكا خصوصا السلع الرفاهية أو غير الأساسية والتي يقع عليها لابو الأكبر من الضريبة، لافتا بأن قانون القيمة المضافة سوف يعالج التشوهات الموجودة في القانون الحالي ويساهم في تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية، ما يسهم في خفض جزء من عجز الموازنة العامة للدولة. فهناك أسباب عديدة للجوء الدولة لتطبيق قانون القيمة المضافة، منها الحاجة الملحة إلى زيادة الإيرادات واحتواء العجز المرتفع والمتزايد في الموازنة العامة للدولة. طيب، زي ما تابعنا من خلال التقرير، يعني اللي كان بيحاول انه يشرح مضمون هذه الضريبه، الهدف منها ايه، فلسفه القانون المفترض يخرج للنور بعد طبعا ما الجلسه العامه في البرلمان تقول كلمتها ويتوصلوا لتحديد النسبه اللي لسه عامله جدل. لكن للرد على الاسئله والمخاوف المتعلقه بقى باثر ده على الوضع الاقتصادي ومين هيتحمل الفاتوره ومحدود الدخل هيكون ايه موقفه والسلع المعفاه دي عباره عن ايه وطبيعه الخدمات برضو اللي تكون خارجة عن الضريبة أو ما تطبقش عليها الضريبة، هنفهم كل التفاصيل دي مع حضراتكم من خلال وجود ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهاردة، أستاذ عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب. برحب بحضرتك معانا أستاذ عبد المنعم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وإن شاء الله نفتح باب المشاركة برضو لحضراتكم وتليفوناتكم علشان يعني المزيد كده من الفهم ونستفسر ونفهم أكتر بشيء من التفصيل بإذن. الأول أستاذ عبد المنعم، عشان إحنا كلنا مش خبراء اقتصاد، فخلينا نفهم كده وحضرتك توضح لنا ايه معنى القيمه المضافه، ضريبه القيمه المضافه. هي ضريبه القيمه المضافه هي ضريبه على السلع والخدمات، تفرض على السلع والخدمات، يتحملها المستهلك النهائي ويلتزم بها الوسيط اللي هو المنتج الصناعي او التاجر او المستورد او مؤدي الخدمه. القيمه المضافه بالظبط ان انا بوزع الضريبه المستحقه على السلع النهائيه على مراحل الانتاج ومراحل التداول، بحيث ان انا لنفرض ان انا سددت جزء على الخامات، لما بتنتج وتظهر تطلع في صورة منتج نهائي وتتباع من المنتج لتاجر الجملة، باخد على الجزء اللي قيمة مضافة من اللي أضافه المنتج. لما بتباع من تاجر الجملة لتاجر التجزئة باخد ضريبة على الجزء اللي هو القيمة المضافة لتاجر الجملة، وهكذا لدى تاجر التجزئة لغاية ما توصل للمستهلك بالسعر اللي حدده القانون بالظبط، ما يبقاش فيه ازدواجية. يعني باخد على كل مرحلة كل ما يخصها، كل حلقة من السلسلة دي بالظبط الوسيط فيها او يعني من ده لده هو اللي يتحمل التكلفة، لكن لما توصل للمواطن العادي ما يبقاش ده مجموع او اجمالي كل ما فيش ازدواج. ازاي؟ انا النهارده كل واحد من المجموعة دول بياخد الضريبة المستحقة على قيمة السلعة ويخصم منها ما سبق سداده. طيب، ويحمل السلعة بالضريبة بتاعتها بالظبط. يجي اللي بعد منه يحصل الضريبة أو يحسب الضريبة بتاعته على سعر بيعه ويخصم ما سبق سداده وهو بيشتري، ويحمل السلعة بالضريبة بتاعتها بالنسبة بتاعتها. يبقى إذن عندي ده بيسدد الضريبة على القيمة المضافة بتاعته، ده بيسدد الضريبة على القيمة المضافة بتاعته، مجموع القيم المضافة زائد الضريبة على الخامة بيساوي سعر الضريبة
اللي بيسدده المستهلك النهائي. ما يبقاش هنا في ازدواجية. المستهلك النهائي انا ما ادفعش اجمالي كل ما تم عرضه من ضريبه في كل مرحله ازدواجية. طب ايه الفرق ما بينها وما بين ضريبه المبيعات يا استاذ؟ هي هيها بس كل الحكايه ايه، ان ضريبه المبيعات احنا بنطبقها من 91 بتطبق على السلع الصناعيه الا ما استثني منها اعفي منها وعلى بعض الخدمات. ضريبه القيمه المضافه هتبقى على كافه السلع وكافه الخدمات الا ما استثني منها. عمل جدول اعفاءات. معلش بس يعني في مساله بتطبق على ايه بس، هو ده الفرق بالظبط؟ بتطبق على السلع ضريبه المبيعات كانت تطبق على السلع الصناعيه وبعض الخدمات، كانت 17 خدمه محصورين على وجه التحديد. النهارده القيمه المضافه بتخضع كل السلع وكل الخدمات الا الخدمات والسلع اللي جات في جدول الاعفاءات دي استثنيت من الضريبه. المبيعات ما كانش فيها اعفاءات؟ كان فيها اعفاءات برضو كان اعفاءات سلع والخاضع للضريبه من الخدمات مجموعه خدمات فقط. طيب ممكن الاول كده بمثال عملي يعني بالارقام، يعني تقولي مثلا سلعه ما انا بشتريها بعد تطبيق ضريبه القيمه المضافه قبلها تبقى بكام بعدها بكام، وموضوع المراحل دي. انا النهارده مثلا لنفترض تلفزيون. ماشي تمام. المنتج الصناعي هو بيجيب الخامات بتاعته، لنفرض انها كلفته 1000 جنيه. سد الضريبه عليها النهارده في سعر العام، لو التلفزيون اقل من 16 بوصه هاخد عليه 10% هيبقى 100 جنيه. جه عمل عليه عمليات صناعيه باع التلفزيون بعد ما خلصوا انتاج تام. طيب ب 1400 مثلا. ماشي تمام. هيديني هو سبق انه سدد 100 جنيه. 100 جنيه قبل كده. ال 1400 عليه 10% يعني 140. 140. يديني ال 40. يديني ال 40. ال 40 بس. هو سدد 100 اول على الخامات. هيسدد 40 على الفرق بين قيمة المنتج النهائي والخامات اللي دخلت فيه. يبقى هنا اللي تسدد على السلعة دي 140 جنيه. هيدي لي تاجر الجملة، تاجر الجملة مثلا أو تاجر التجزئة هيبيعه للمستهلك ب 1500. ال 1500 عليها ضريبة كام؟ 10% 150 جنيه. سبق سداد 140 يدينا 10 جنيه. على المرحلة بتاعته. طيب. وهو بيبيعه للمستهلك. ايوه. بيحصل منه ال 150 جنيه. بياخد مني أنا بقى ال 150 جنيه. اللي هي ال 10% من سعر البيع. يبقى هنا المستهلك اتحمل بالضريبة 10% بدون ازدواج ضريبي. كل الحكايه ايه الازدواج الضريبي ده بقى اللي هو كان ايه؟ عارفه الازدواج الضريبي معناه بدفع ضريبتين. لو انا حسبت الضريبه على كل مرحله بقيمه السلعه بالكامل وحصلتها هنا يبقى ازدواج ضريبي. يعني مثلا خدت على الخامات 100 جنيه اما بقى 1400 خدت عليه 140، لو اما بقى ب 1500 خدت عليه 150. لا انا باخد 100 وبعدين 40 وبعدين 10، يبقى في الاخر وهو سعره 1500 10% منه كام؟ 150. يبقى هنا مفيش ازدواج ضريبي. بس كل الحكايه ايه؟ ان انا جزأت تحصيل الضريبه على مراحل، ما حصلتهاش من المنتج بالكامل، لا خدت من المنتج على قد المرحله بتاعته، من تاجر الجمله على قد المرحله بتاعته، من تاجر التجزئه على قد المرحله بتاعته، في الاخر بيبقى الضريبه بالكامل. يعني الهدف بقى او انا بعمل كده ليه؟ ده رد على مساله او توضيح لمساله توسيع قاعده اللي بتتعامل معاها ضريبيا، انك بتاخد على كل مرحله فبتدخل شرايح جديده. يعني انا عايز افهم بس ايه المضمون؟ انا بعمل ده ليه؟ عشان ايه؟ انا بعمل ده عشان اوفر سيوله للمنتج الصناعي والتاجر، بدل ما يدفع لي الضريبه بالكامل من اول مرحله، لا بوفر له جزء من الضريبه لما السلعه تتباع بعد منه ابقى اخدها، بحيث ان السيوله دي هو هيجيب بيها خامات ويشتغل. افضل من ان انا اخدها منه من الاول مبلغ كبير. مبلغ كبير. فانا بوفر سيوله للمنتج الصناعي وللتاجر لغايه ما تتحصل عند البيع في المرحله النهائيه على كل قيمه، كل قيمه مضافه يتخذ على ضريبتها لوحدها. يعني هي نظام لتحصيل الضريبة على مراحل بدل ما اخدها مرة واحدة. كان في ظل الاستهلاك كنا بناخد الضريبة مجرد سحب السلعة من عنابر الانتاج لمخازن توزيع الانتاج التام.
شفت قد ايه؟ يعني هي طالعه من عنابر الانتاج وبوديها المخازن بتاعتي، كنت باخد الضريبه. مين بيدفعها؟ كان المنتج. فباخد منه سيوله. لا، انا باخد على قد المرحله بتاعته وبوفر له الباقي معاه لغايه السلعه ما تتباع. يقدم لي اقرار خلال 60 يوم من نهايه الشهر اللي هيقر عنه، ويسدد له الضريبه خلاله. يعني نفرض شهر يناير بيقدم الاقرار بتاعه خلال الفتره لغايه 31/3. طيب، ويسدد الضريبه على مبيعاته خلال شهر يناير. يبقى انا هنا وفرت له السيوله في جيبه لغايه ما يبيع السلعه، وبعد ما يبيع السلعه بشهرين. واخد بالك؟ مفهوم. يبقى انا كده بوفر سيوله للمستثمر او للتاجر، بحيث ان هو يجيب غيره ويشتغل ويبقى فيه معدل دوران ومعدل بيع. لكن حالات التحايل او انه المنتج يعني يدفع الفاتوره في الاخر للمواطن العادي، يزود عليه السعر بشكل مبالغ فيه، يعني ازاي خوضتوا للمساله دي؟ دي بتبقى فيها عمليه ضبط، ان احنا بنراجع السوق برضو بالنسبه للفواتير والبيع السلعه، وبنشوف لو اتباعت بسعر اعلى من اللي هو اقر عنه احنا بنعمل له محضر ضبط. بس يا استاذ عبد المنعم، اصلا احنا عندنا مشكله في موضوع الفواتير، يعني انه النظام ده يعني مش معمم، ومش اي حد بيروح يشتري حاجه لازم بياخد معاه فاتوره، او الفاتوره تكون مضروبه، يعني حضرتك عارف. هي دي مشكله، ودي اللي مسببه على فكره. وساعات لما بتقول لحد عايز فاتوره يعني يعتبر انها انك بتشتمه. وصمه بالظبط، انت بتشكك فيها. هو اللي احنا بنعمله النهارده بالفعل في ظل ان احنا رفعنا حد التسجيل في المشروع المقدم لمجلس النواب. حد التسجيل كان 54,000 المنتج الصناعي و 150,000 لتاجر الجمله والتجزئه. رفعنا الاثنين ل 500,000 جنيه. طيب، اللي تحت 500,000 جنيه مش مطالب بالتسجيل، اللي فوق ال 500,000 جنيه مطالب بالتسجيل. اتحط في القانون قواعد صارمه لامساك دفاتر وسجلات واصدار فواتير. ايه هي القواعد دي؟ بان فيه عقوبه لعدم الالتزام بامساك دفاتر وسجلات واصدار فواتير. طب حته التعامل من خلال فواتير، معلش، المساومه مع المستهلك، انك لو عايز فاتوره انا هزود لك في السعر. لا، ده غلط. ده غلط ليه؟ بالطريقه اللي انا شرحتها لحضرتك الضريبه محصله اصلا ومحمله على السعر. فهو يبقى مضطر يطلع فاتوره علشان، حتى لو طلع فاتوره او ما طلعش فاتوره، الضريبه داخله في سعر السلعه. ده بيبقى نوع من سوء فهم لدى التاجر، ان هو لما يطلع فاتوره هيدفع عليها ضريبه. لا، ده هو المفروض يطلع الفاتوره والمفروض يدفع عليها الضريبه. لا، يعني الفاتوره لمصلحته ولا تورطه اكتر، تثبت الـ 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 السلعه بكام وباعها بكام او انتجها بكام في المراحل اللي بنتكلم فيها. لو هو انسان ملتزم، طبيعي جدا ان هو بيشتري بفواتير ويسجلها في دفاتر مشترياته، وبيبيع بفواتير ويسجلها في دفاتر مبيعاته، وبالتالي الفرق لو بين لو ملتزم واسيبه انا ضميره، دي اشكاليه. لا، ما هو مش لكن ضميره. لو انا عندي منظومه بقى للرقابه والمحصل وال عندي اللي تضبط الاداء، عندي الفحص، ده عمل الفحص، اداره الفحص عندي، انها بتنزل مثلا كل فتره. احنا لينا في الوقت الحالي في قانون المبيعات لينا 3 سنين نفحص فيهم. في اي وقت من دول بينزل المامور يفحص الدفاتر والسجلات ويقارنها بالاقرارات اللي اتقدمت خلال الفترة اللي بيفحصها، ويشوف الإقرارات أقر بكام، والفواتير والدفاتر والسجلات بتاعته وحجم أعماله بيقول ضريبة قد إيه مستحقة، يقارن دي بدي ويطلع الفرق بينهم، أو يكونوا مطابقين لبعض لو كان. طب خلينا نتكلم في عدد موظفين الفحص كمان شوية. لكن أولا، أنت بتستهدفوا، حضرتك كنت موجود النهارده في لجنه الخطه والموازنه مع وزير الماليه ومع مساعد وزير برضو للسياسات الضريبيه. نعم. فاكيد الاسئله دي كلها اتسالتوها في اللجنه. أكيد. والناس عايزه تعرف انتوا بتشتغلوا يعني ايه الفلسفه، او عايزين الضريبه دي ليه. سمعنا اولا ان في اشكاليه بخصوص النسبه. نعم. عايزين 14% الحكومه والساده النواب في انقسام، وكمان المستهدف من النسبه او مستهدف من الضريبه كام يا فندم الاول؟ هو المستهدف من الضريبه في حدود من 25 ل 35 مليار جنيه. بس موسعين، على اعتبار لو كان طبق على السعر اللي مقدماه الحكومه ومن اول السنه. احنا النهارده عدى شهرين من السنه ولسه مش عارفين هيصدر امتى القانون.
بالإضافة أن السعر مش عارفين المجلس هيوافق على كام. ليه متمسكين الـ 14% كحكومة؟ إحنا بنبص للقانون من كذا اتجاه. يعني هو ليه أهداف اقتصادية، أهداف اجتماعية، أهداف مالية. الهدف المالي هو اللي مخلينا بنبص للـ 14%. ليه؟ لأن أنا النهاردة في مشروع جديد بقول إن أنا حسمح بخصم المدخلات، الضريبة على المدخلات الغير مباشرة التي كانت لا تخصم، إنها تخصم من الضريبة النهاردة. الضريبة على المدخلات الغير مباشرة هتكون في حدود 1% 1.5% من الضريبة. لما هتتخصم مني وأنا بزود السعر الضريبة 4%، يبقى مش 4% بالكامل زيادة على سعر السلعة، لا، هتبقى 2.5-3. تيجي ازاي؟ ازاي انا النهاردة في ظل الوضع الحالي بسمح بخصم مدخلات المباشرة للسلعة. يعني ايه المدخلات المباشرة للسلعة؟ يعني انا لو معايا سلعة زي دي ايه مكوناتها، هو ده اللي بخصم الضريبة اللي دخلت فيها قبل كده. لنفرض انها دخل فيها مثلا مكونات في حدود 500 جنيه، فتسدد عليها ضريبة قبل كده 50 جنيه، بخصم ال 50 جنيه. طيب المدخلات دي وانا جايبها وبنقلها من مكان مشترك من الممول او من المورد او من الجمرك للمخازن بتاعتي، دفعت نولون ودفعت ضريبة عن النولون. دي خدمة كانت لا تخصم، بتدخل ضمن التكلفة. طيب خزنتها في مخازن أنا مأجرها وبدفع باعتبارها أماكن مجهزة أو بتاع، وبدفع ضريبة عليها، خدمة لا تخصم، تدخل في التكلفة. طب جهزت منها حاجة كمرحلة إنتاجية لدى واحد تاني، منتج صناعي تاني، ودتها له عمل لي عليها عملية صناعية وجابها لي أكمل المراحل بتاعتي، دي بتعتبر خدمة تشغيل لدى الغير، عليها ضريبة في الوقت الحالي، والضريبة بتاعتها ما تخصمش من التكلفة بتاعتي. كل ده كان بيصب في التكلفة. أجي على سعر المنتج النهائي، ما زادش بقى بالإجمالي ده كله؟ زاد بالضريبة الغير مباشرة دي كلها. أيوة. وجيت حسبت عليها ضريبة تاني. أيوة. عشان أحسب ضريبة عليها على النهائي. طب في ظل مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بجنب كل الضرائب دي، بطلعها من التكلفة بتاعتي، بتقلل وعاء الضريبة بتاعي اللي أنا هحسب عليه ضريبة على المنتج النهائي، وبالتالي بتقلل الضريبة على المنتج النهائي بقيمة الضريبة اللي استبعدت من التكلفة، فدي هتمثل 1 أو 1.5% من الضريبة بتاعتي. أما شيلهم من 4% يتبقى عندي 2.5 أو 3%. إذن الزيادة اللي هتزيد عمليا مش 4% بالكامل. حاجة كمان دي هتزيد مرة واحدة. لو تفتكر حضرتك في 91، حضرتك ما كنتيش موجودة، بس في 91 كان لما فرضنا الضريبة 10% على السلع والخدمات، سعر السلعة زاد مرة أول ما تطبق القانون سنة 91 وخلاص. هكذا الزيادة لو زادت في فئة الضريبة من 10% إلى أي سعر يكون، فالزيادة هتكون لمرة واحدة ومش بالنسبة اللي تخوف. بالإضافة لحاجة، الإعفاءات، السلع المعفاة، البعد الاجتماعي بقى، احنا كده البعد المالي. انتوا وسعتوا قائمة السلع المعفاة؟ ولا بضغط من المجلس النواب؟ احنا كنا ضايفين حاجات ومجلس النواب ضاف حاجات. فالمفروض كمان ايه طبيعة السلع المعفاة الأول بس والخدمات؟ حاول سيادتك عليها كلها. اتفضل. كل ما زادت الإعفاءات المفروض ان سعر الضريبة يزيد. ليه؟ انا بعفي محدود الدخل، السلع اللي بيتعامل فيها، وبفرض ضريبة على اللي يقدر يصرف. فهو ده الصح، ان انا اخد من اللي بيقدر يصرف عشان اصرف على اللي ما بيقدرش يصرف. يعني شاهد من الكلام، لما وسعنا السلع المعفاة والخدمات فلازم تبقى النسبة ازيد من قبل كده. بالظبط. طيب اسمح لي بس عشان معانا تليفونات برضو وعايز تسال حضرتك عن مره تانية لشرح الضريبه. أوكي. استاذ سمير اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ عبير. اتفضل. انا عندي بعد اذنك
كلمة وطينا تلفزيون بس بعد إذنك. ده عامل زي المعارضة بالكلمة زي لعمة. طب أنا محدش عارف مين بتاع الدخل ومحدش عارف مين بتاع الدخل. ده يعني مش عارف تفرق ما بين الضرايب يعني المبيعات والدخل والقيمة المضافة؟ محدش عارف يعني كلمة بتاع فرق كلمة بتاع الدخل ديت محدش عارف مين دخله إيه. محدش عارف مين دخله. عارفة اللي قدام منك دي دخله إيه. هو واضح برضو يعني تعريف محدود الدخل يعني فمين هتبقى عارف ازاي اللي دخله كبير واللي دخله صغير فبالتالي تطبق عليه الضريبة او يبقى هو ده اللي يستحق انه يتحمل العبء اكبر بكل بساطة. تحسبها ازاي وتعرفها ازاي؟ انا باخد ضريبة القيمة المضافة او الضريبة الغير مباشرة بصفة عامة على قد انت ما تقدر تدفع. تقدر تشتري بمية باخد منك ضريبة على قد المية. تقدر تشتري بعشر تلاف اخد منك ضريبة على قد العشر تلاف. فانا هنا الضريبة مرتبطة بسلعة أو خدمة مش مرتبطة بأشخاص. طب بس طبيعة السلعة أو الخدمة دي برضو عليها عامل. أنا بشتري إيه ما هو يعني ممكن يكون محدود الدخل بس مضطر يشتري حاجات دي حاجات حياتية حاجات أساسية لي. لا الحاجات الأساسية عندي كتير. أعفتها يعني أنا لو قعدت أقرأ لحضرتك يمكن البرنامج مش هيقضي. ياريت لو كده ألبان ألبان مثلا الأطفال وبان ومنتجات صناعة الألبان كلها بالكامل الجبن والكلام ده كله منتجات المتحصلة عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر محضرات أغذية الأطفال البيض الشاي والسكر والبن منتجات المطاحن الخبز بجميع أنواعه المكرونة عدا المكرونة المصنعة من السيمولينا اللي هي بتبقى غالية قوي دي مش طبعا المواطن البسيط ما بيستعملهاش أصلا الحيوانات والطيور الحية والمذبوحة والطازجة والمبردة والمجمدة يعني كل انواع اللحوم والفراخ طيب. كل انواع الاسماك محضرات واصناف محفوظه او مصنعه او مجهزه من اللحوم اسماك وكائنات مائيه طازجه او مبرده او مجمده محضرات واصناف محفوظه او مصنعه او مجهزه من الاسماك والرنجه المدخنه فيما عدا الكافيار وابداله طبعا المنتجات الزراعيه التي تباع بحالتها الطبيعيه كلها معفاه الخضار والفاكهه خضار وفاكهه وكل الكلام ده الحلاوة الطحنية والطحينة والعسل الأسود والعسل النحل الخضر والفواكه المصنعة عدا البطاطس والعصائر ومركزات المصنعة بقى محلية المجمدة بقى وكده العصائر المصنعة محلية كلها لا تقولي الخضر والفواكه الخضر المصنعة الخضر والفواكه المصنعة المحلية ما تخضعش للضريبة معفاة يعني انت عندك حاجات معلبة النهاردة كياس كده كياس الخضر نص مسلوق مسلوق معرفش ايه كل الكلام ده معفي قلت لي ما عدا ايه بقى دي عدا البطاطس اللي هي المصنعة والعصاير ومركزاتها ده اشمعنى يعني دول ليه لان انت عندك المقرمشات خاضعة للضريبة فداخل معاها البطاطس بطاطس محمرة يعني اللي هي الشيبسي والكلام ده بس انما الحاجات بقى اللي هي مصنعة محلية نص سليق والسليق والمش عارف الايه والحاجات المعلبة في كياس دي كلها معفاة يعني الاكل والشرب تقريبا كله معفي طب كملي البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعه الماكولات اللي بتصنع الفول والعدس والحاجات دي كلها كل ده معفي الماكولات اللي بتصنع وتباع للمستهلك النهائي مباشره من خلال المطاعم والمحال غير السياحيه والفول والعدس والفول والحاجات دي بقى لما تروح تعمل سندوتشات في المحلات والكلام ده برضه معفي لان انا عندي هنا هي الماكولات اللي بتصنع او تباع للمستهلك النهائي مباشره من خلال المطاعم والمحال غير السياحيه واخد بالك المطاعم الشعبيه الفول والطعميه والمش عارف والكشري والكلام ده تمام معلهاش ضريبه تنقيه او تحليه او توزيع المياه عدا المياه المعبئه يعني ايه يعني المياه المعدنيه دي عليها الضريبه اللي هي المعبئه الازايز الازايز دي عليها ضريبه طبيعي وموجوده النهارده التحليه دي وموجوده البترول الخام الغاز الطبيعي وغاز البوتين البوتاجاز معفي فانابيب الغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز كله معفي والغاز الطبيعي في البيوت كل ده معفي المواد الطبيعيه بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعيه معفي الذهب الخام والفضه الخام معفيه بتتكلم بقى هنا رخام سيراميكي الكلام ده كله بس في الحاله الخام لما تتصنع الطبيعي لما تتصنع عليها ضريبه يخضع كمنتج صناعي واخد براحتك
الانتاج او نقل او بيع او توزيع التيار الكهربائي، عندك ورق الصحف والطباعه والكتابه الكهرباء الزياده بتاعتها غير يعني ما لهاش علاقه بزياده بالضرايب، ما لهاش معفيه من عندي. الكهرباء معفاه من الضرايب، ده الزياده زياده السعر ما لهاش علاقه بيها، الضرايب ما لهاش علاقه بيها. طيب الكراسات والكشاكيل واخد بالك معفيه، والاقلام مستلزمات بقى المدارس كلها ايه اخر كل التعليم وخدمات التعليم. ايه خدمات التعليم؟ الخدمات التعليميه كلها. يعني ايه اللي هي عباره عن ايه دي؟ ايه خدمات التعليم دي؟ التعليم. ما هو انت اصل هو القاعده الدروس الخصوصيه لا الدروس خاصيه عندي في ضريبه الدخل. ايه منصوص عليها ولا ايه؟ في ضريبه الدخل انا باخد عليها ضريبه على المدرسين. هي حاجه غير قانونيه اصلا. بس باخد من مين؟ ها؟ باخد من ايراد المدرس نفسه. يعني بفرض ضريبه على المدرس نفسه على ايراده. مش على الطلبه. ما هو مفهوم بس بتوصلوا لهم هم طبعا في اعلانات في الشوارع دلوقتي. بالظبط كده معلن عنها وبنوصل للسناتر الموجوده وبنجيب الضريبه. بتحدد ايراده ازاي بقى يعني بتعرف؟ بنحدد ايراده بان احنا بنعمل تحرياتنا، بنعرف بيدي للطالب بكام، عنده كام طالب. زي ما حضرتك عارفه دلوقتي السنتر بيدخل الطلبه بيكتبوا اسمائهم. طب ما بتساعدش الاجهزه الرقابيه بقى ولا هم بيسيبوا مصلحه عشان بيدخلوا دخل برضو لا الاجهزه الرقابيه بتبقى معايا مباحث تهرب معايا. ايوه بس هو مساله مجرمه لكن احنا سايبينهم وبيدخلوا لنا دخل وبنحصل منهم. هي طب الموضوع هي ده بنتكلم فيه حته تجريمها من الناحيه الفنيه دي بتاعه التربيه والتعليم، اما حته الايراد فده بتاعي ان انا ليا ضريبه على الايراد. اي ايراد يتحقق داخل الوطن المفروض ان ليا ضريبه عليه، وبناء عليه دروس خصوصيه انا باخد ضريبه من المدرس مش من الطالب، بفرض ضريبه على ايراد المدرس. زيه زي الطبيب المحامي المحاسب مش عارف ايه، كل دول هم ضرائب دخل بقى وضرائب اشخاص طبيعيه او شركات. عندي خدمات الصحيه كلها، خدمات النقل البري للاشخاص، النقل المائي والداخلي غير السياحي للاشخاص، تذاكر يعني والكلام ده كله. اذا انت لما تبصي في جدول الاعفاءات تبص تلاقي مثلا خلصنا كده الاعفاءات ولا لسه؟ نعم لا لسه فيه طب ناخد تليفونين كده ونكمل الاعفاءات. اتفضل يا استاذ محمد. يا استاذ محمد اتفضل يا فندم، معلش طولنا على حضرتك. طب ايه تاني من المعافاه؟ الخدمات دي كلها المكتبيه، الخدمات المكتبيه اللي بتقدمها المكتبات العامه، عندي التوفير البريد، التصرفات الاعمال البنوك اللي هي قاصره على اعمال البنوك. طب مش الحاجات دي اصلا كانت معفاه؟ ما كانتش وارده ضمن الخدمات الخاضعه للضريبه. انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان كان عندي 17 خدمه على وجه التحديد خاضعين للضريبه. ميزه القيمه المضافه ليها ميزتين. اولا ان جميع السلع والخدمات تخضع للضريبه الا ما يستثنى بنص خاص اللي انت بتراعي بيه البعد الاجتماعي، ان انت مش عاوزه تفرضي ضريبه على فئه من المجتمع اللي هي محدوده الدخل او اللي هي ذات الدخل القليل. الحاجه الثانيه ان سعر الضريبه يبقى واحد، بدل ما انا في ظل ضريبه مبيعات النهارده عند اكثر من اربع او خمس اسعار للضريبه، لا يبقى سعر الضريبه واحد بس على جميع السلع والخدمات. طب بس احنا دايما عندنا بيبقى في رد فعل عكسي في السوق، واول ما يتم الاعلان عن حاجه اسمها ضريبه ايا ما كانت حتى لو بمحددات وحاجات معفاه والكلام ده كله، تلاقي ده عمل عدوى في السوق كله وكل حاجه ارتفعت على طول. دي مشكله فعلا، دي مشكله. خلينا نعرف بقى المشكله دي ازاي هتعالجوها وازاي هتشتغلوا عليها. المشكله دي يمكن لسه كنا بنتكلم فيها النهارده لابد. استاذنك ده بعد الفاصل معلش. حاضر. بعد الفاصل نرجع نتكلم في الجزئيه دي مع استاذ عبد المنعم مطر رئيس مصلحه الضريبه. مرحبا بحضراتكم معانا مره ثانيه، ولسه حوارنا مستمر مع استاذ عبد المنعم مطر رئيس مصلحه الضرايب، وبنحاول نفهم تفاصيل اكتر عن القيمه المضافه، ضريبه القيمه المضافه، مضمونها، الهدف منها، وازاي هتطبق. وقفنا عند نقطه الخوف من
من عدوى رفع الأسعار، إنه حتى إذا كان في سلع معفاة وليها علاقة بالسلع الأساسية والأكلنا وشربنا، إلا إن ده ما يعفيش حتى ضعاف النفوس، إن هم كل بيرفع السعر على حس بس إن في ضريبة وما إلى آخره. لكن هنأجل بس الإجابة أستاذ عبد المنعم، أستأذن حضرتك عشان معنا تليفونات من وقت الفاصل. الحقيقة تفضل يا أستاذ محمود. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. انا بتكلم عن منام بيه. اتفضل استاذ عبد المنعم، معاك يا فندم. اه مساء الخير يا ست رئيس. اهلا بيك. مع حضرتك محمود من المحله. احنا كاصحاب مصانع بنعاني من عدم المساواه في الضريبه، وخصوصا الضريبه ضريبه القيمه المضافه اللي هتتعمل دلوقتي. يعني ازاي النهارده يبقى مفيش عدالة ضريبية؟ يبقى في ناس هيتطبق عليهم القيمة المضافة وناس مش هيتطبق، وازاي يترفع الحد الإعفاء للقيمة المضافة ل 500,000 جنيه؟ النهاردة الراجل اللي بيشتغل فوق ال 500,000 عليه القيمة المضافة، واللي بيشتغل تحت أقل اللي بيشتغل أقل معلوش قيمة مضافة. كل الناس هتطلع ما بتشتغلش ب 500,000 جنيه، وفي الحالة دي احنا كمصنعين مهددين كلنا ان احنا يعني شغلنا كله هيتأذى في الموضوع ده. فالمفروض ان ما يبقاش في حد ابدا معفي من القيمة المضافة ابدا. طيب يعني حضرتك اذا كان عايز يعمل لاي حد ميزة يعمل له في الضريبة العامة، انما ضريبة القيمة المضافة المفروض ما فيش حد يتعافى منها، لانها طيب. امن قومي النهاردة ان الناس تكون مسجلة ضريبيا على فيبقى على الكل. حضرتك قصدك. حاضر استاذ محمود، نرد على الجزئيه دي. اتفضل يا استاذ محمد. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان استاذ عبد المنعم. اتفضل، سامعك يا فندم. اهلا. ايوه يا فندم، اهلا بيك. انا بطالب ان يتعمل نظام ضريبي جديد خالص في البلد هنا، بحيث ان كل واحد يدفع الضريبه اللي عليها. تمام. الجمهوريه متقسمه لمحافظات، والمحافظه المراكز، المراكز لمدن وقرى ومنتجعات وحاجات من، بحيث ان مامور الضرائب يمسك منطقه معينه من البلد، ما يبقاش مامور نشاط يعني معين. نظام ضريبي موحد يعني. طب نفهم المساله دي. حاضر يا استاذ محمد. بالنسبه للتصنيع، ايه موضوع الاعفاء والحد الادنى للاعفاء؟ هو حد الاعفاء او حد التسجيل، هو مش اعفاء، هو حد تسجيل. معناه ايه حد تسجيل؟ انا النهارده عندي اعتبارات كتير قوي للتعامل مع الضريبه الغير مضافه، زي ما قلت لحضرتك ان انا بخاطب السلع والخدمه مش بخاطب اشخاص. انا عشان انظم المجتمع بتاعي بعمل حد تسجيل اللي احنا بنقول عليه كان 54,000 جنيه سنه 91. تخيلي ال 54,000 جنيه سنه 91 يعادلوا كام؟ النهارده سنة 2016 مش أقل من نص مليون جنيه، بل يزيد بكتير. ال 150 ألف جنيه اللي كانت على تجارة الجملة والتجزئة النهارده تعادل مثلا مليون جنيه. فاحنا قلنا لا، احنا هنوحد حد التسجيل على الاثنين 500 ألف جنيه. طب النهارده زي الأستاذ محمود ما بيقول، إن أنا كراجل غير مسجل هيبقى ما عليهش ضريبة والمسجل عليه ضريبة. لا، الخامات اللي اشتراها الغير مسجل كلها محملة بالضريبة، لأنه شاريها من منتج كبير أو شاريها مستوردة. طيب، فمحمل عليها الضريبة، بيدفعها أمال بقى وبيدخلها في التكلفة بتاعته. يعني التكلفة بتاعته هتزيد عن تكلفة إنتاج السلعة لدى المسجل لدى المصلحة، لأن المسجل لدى المصلحة هيخصم كل الضرائب السابقة اللي سددها، ده ما يقدرش يخصمه. هيتميز عنه كمان بحاجة. أنا النهاردة لو راجل مسجل وبشتري سلعة عاوز فاتورة عليها ضريبة عشان أقدر أخصمها، مش هقدر أشتري من واحد غير مسجل، لازم أروح أشتري من واحد مسجل عشان يديلي فاتورة عليها ضريبة أقدر أخصمها واستفيد بخصمها. هنا الصغير ده أو اللي أقل من 500,000، ونتيجة التعامل، تعامل المصلحة مع الممولين فوق ال 500,000 جنيه والتزامهم بإصدار فواتير عند البيع، فأنا بعمل حصر للعملاء بتوعهم. حصر للعملاء بتوعهم، بقدر أوصل للعميل اللي بيتعدى حد التسجيل. مش كده وبس، لأ،
النهاردة احنا لما هنلغي اما هنخرج المجموعة دي من ضريبة المبيعات بنعمل او الوزارة بتعمل اليومين اللي جايين دول حاجة اسمها نظام مبسط لمحاسبة المنشآت الصغيرة متناهية الصغر، تحاسب ضريبيا عن ضريبة الدخل كضريبة قطعية خلال السنة، بحيث ان الناس اللي خرجت من منظومة ضريبة غير مباشرة اللي هي سواء المبيعات او القيمة المضافة هتبقى في منظومة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. طب اللي يكبر منهم وعاوز يستفيد بخصم الضريبة على مدخلاته يدخل في منظومة القيمة المضافة، مش كده وبس، لا كمان قانون قيمة مضافة، مشروع قانون قيمة مضافة أباح للي هو أقل من تحت من حد التسجيل إن هو يتسجل جوازي، طالما إن عملائه كلهم مسجلين وعاوزين فواتير ضريبية عشان يقدروا يخصموها، هو مضطر إن هو يتسجل عشان يقدر يصدر فاتورة ضريبية، لأنه لو أصدر فاتورة ضريبية عليها ضريبة وهو غير مسجل دي واقع تهرب. وضحت تمام. طيب تفضل يا دكتور سمير. اهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ منعم. اهلا بيك فندم. لو اذنت لي يا منعم بيه، الحقيقه انا عاوز اعرف بس البنيه الاساسيه لتطبيق الضريبه القيمه المضافه، لازم يكون في عندي نظام معلومات قوي. انت عندك اقتصاد خافي لازم يطلع ده عشان يبقى في عداله ضريبيه مظبوط، ونقدر احنا طبعا ده متطلبات الاصلاح المالي، احنا محتاجين فعلا ده شيء لازم يتطبق، نطبق فعلا الضريبه القيمه المضافه. ولكن هل عندنا نظام معلومات يرصدني فيه كل المستحقين هذا الموضوع؟ ده ناحيه. الناحيه الثانيه الانظمه المحاسبيه والتكلفيه اللي موجوده في الشركات كلها انظمه اسف جدا تصلح لايام الثوره الصناعيه. دلوقتي في تطور كبير في حسابات التكاليف، لما تيجي تحسب لي التكلفه في كل مرحله من مراحل الانتاج، او انا عندي في المرحله الاولانيه ومرحله انتهاء المنتج، مين يقول لي التكلفه دي كام ومن منظور ضريبي حتى؟ لان عندي كمان، وبعدين سيادتك كمان في عندك صناعات لها محتوى معرفي، محتوى معرفي يعني المكون المعرفي زي يعني نسبته عاليه جدا، وبالتالي مين يقدر لي الكلام ده؟ يعني العنصر البشري له دخل في انتاج منتج معرفي زي صناعه البرمجيات. الامور دي كلها احنا عاوزين نشجع صناعات، وفي نفس الوقت يعني انا في رايي في صناعات لازم تعطى الفتره الجايه تشجع الشباب ان يدخل صناعات واحده زي صناعه البرمجيات او صناعات ذات محتوى معرفي، عشان يبقى هنا عندي قدره ان انا اتعامل مع النظام العالمي الجديد اللي هو كله متغيرات وكله طح. اذا انا كان نفسي اسمع هل مصلحه الضرائب او الدوله اعدت العده يكون عندي نظام معلومات احصل بيه كل الناس اللي هيمولونا والناس اللي هم اقتصاد خافي تحت السلم، هم دول اللي الدخل بتاعهم كبير. دي النقطه الاساسيه اللي احنا عاوزين نبدا نفكر فيها بتمعن. ولكن امر طبيعي شيء طيب ان انا متطلبات الاصلاح المالي لازم اطبق القيمه المضافه، ودي شيء طيب، واعتقد هتجيب حصيلة ضريبيه هتمكن العجز الموازنه. مساله يا دكتور كده يعني طبعا حضرتك اكاديمي ورايك مهم برضو في حوارنا لاسراء النقاش، انه القانون القيمه المضافه او ضريبه القيمه المضافه دي شيء مهم لاصلاح منظومه الاقتصاد في مصر وما الى اخره، توسيع القاعده الضريبيه، لكن عند التطبيق برضو القصه بتاعت محدودي الدخل او مين اللي يتحمل الفاتوره، المواطن البسيط ازاي برضو السوق وضبط واليات ضبط بالظبط كده. نظام المعلومات بتاعي هو اللي هيحكم المجتمع الضريبي، بدون نظام معلومات مش هينفع. نظام دلوقتي لسه الشركات بتسجل في نظام الدفاتر، واغلب في شركات تانية بتطبق بنظام كمبيوتر، كلها نظم برامج جديده، مين يكلم ده؟ فعشان كده لازم كمان اعيد الشخص بتاع الضرائب يفهم ازاي يبحث ضريبيه، الاداره رفع مستوى الاداره الضريبيه. الاداره الضريبيه محتاجه تدريب جدا، لان دلوقتي النظام الشركات اللي بتشتغل حاليا والشباب الجديد كله شغال ببرامج تكنولوجيا معلومات وبرامج محاسبيه كلها الكترونيه، وبالتالي انا عاوز اتعلم الفاحص الضريبي ازاي يبقى عنده قدره يفحص الدفاتر وبفهم كمبيوتر، مش يقدر التجاري، والا هنعمل تخبط في النظام الضريبي المصري. صحيح. لازم يبقى في عندي بنيه اساسيه وندرب ونعمل كل حاجه وابدا اصدر قانون اقول قيمه مضافه.
لما يكون في عندي ناس فاهمه هذا الموضوع. مفهوم يا دكتور سامي، شكرا جزيلا لحضرتك. فاكر استاذ عمنا انا كنت بتكلم على المحصلين وقلت لك هنسيب الجزئيه دي شويه عشان انت عندك مشكله في الاعداد، لكن الاعداد والكفاءه والاسلوب ونظام المعلومات وبرده انك تكون عندك الاليات اللي تقدر من خلالها توصل للمستهدف من تمام. الضريبه ردك ايه على دكتور سمير في الاول؟ دكتور سمير طبعا بتكلم كلام صح 100%. ليه؟ انا النهارده لو ما امتلكش المعلومه ما اعرفش اشتغل. احنا بالفعل متنبهين للجزئيه دي وبدانا نشتغل عليها. ازاي؟ انا النهارده عندي شركات زي الدكتور ما بيتكلم ممكن اعترض بس كده؟ اه المفترض كنا اشتغلنا عليها قبل ما لا احنا يعني شغالين قلت لي بدانا نشتغل لا عليها اشتغلنا. فاحنا الاول كنا نمهد الارض ونعمل البيئه اللي تخلينا بعد كده نفرض الضريبه. بصت كل احنا يمكن من سنتين او من ثلاث سنين بدانا نتعامل مع هذا الموضوع. ان احنا بدانا نتعامل مع الشركات اللي بتعمل بنظام محاسبي مميكن. طيب عندنا اداره متخصصه في فحص النظم المحاسبيه المميكنه اللي هي النظم الخاصه بالكمبيوتر داخل الشركه. تمام. بحيث ان الاداره بتاعتي دي اداره الفحص دي في الاداره المركزيه للفحص عندي بتنزل تختبر النظام. مش بتراجع البيانات اللي داخله ولا الدفاتر والسجلات، لا هي بتختبر النظام نفسه. هل النظام بيدخله البيانات صح، يديني مخرجات صح، وبالتالي بيديني الضريبه بتاعتي مظبوط. بيختبر النظام، والله النظام سليم ويافي بالغرض ويديني ضريبتي مظبوطه وفقا للي جات في الاقرار، يبقى هنا بكون مطمئن. باخد عينه افحصها من اللي هي بتدخل للنظام وعينه من المخرجات بتاعته، وفي الحاله ديت بتحقق من مدى انطباق البيانات اللي موجوده في الشركه مع الاقرار بتاعها، اذا كان فيها زياده او نقص او متساويه، وبعمل الفحص بتاعي. ده جزئيه. الجزئيه الثانيه ان انا النهارده بحاول اعمل نظام فحص مميكن داخل المأموريه داخل المصلحه نفسها. ازاي؟ اوفر له كافه البيانات عن المول، سواء كان خصم وتحصيل تحت حساب الضريبه، سواء من الصادرات والواردات بتاعت، لان انا ربطت مع الجمارك بقى كل الصادرات والواردات اللي بتتم في الجمارك بتسمع عندي، وبالتالي بتدخل على ملف الممول يظهر في الملف بتاعه استورد قد ايه او صدر قد ايه، واستورد ايه وصدر ايه وبكام. اللي لو ليه تعاملات زي مثلا مع خدمات الحكوميه، هيئه الخدمات الحكوميه اشترى حاجه من الحكومه او باع حاجه للحكومه، كل دي انا رابط معاها بتدخل على ملفات الممولين. التعاملات اللي بتيجي نتيجه الاستيفاءات بين الممولين وبعضهم، نتيجه مثلا عمليه رد ضريبه او عمليه صفقه كبيره بفاتوره كبيره جات لي وعاوز اتحقق ان سبق سداد ضريبه عليها اثناء الفحص عشان بخصم الضريبه دي من الضريبه المستحقه عليه، كل البيانات دي بتصب في ملف الممول. هيظهر شاشه المعلومات او النظام بقى ده الالكتروني ده يظهر شاشه قدامي إمتى؟ يظهر شاشه قدامي بتديني معلومات وبيانات عن الممول بالكامل. اقارنها بالاقرار وانا قاعد على المكتب. ديب دي بيديني الفرق. حاجه من اتنين، اما اني النشاط مش محتاج مني لا معاينه ولا مناقشه الملف ده، والفرق اللي طلع عندي او اذا كان متطابق مسلم بيه، او اني ببقى محتاج اعمل معاينه او بحتاج اتحقق من جزئيه معينه بروح اتحقق منها. صوره رائعه على وجه اليقين. في حال تطبيقها تخلص امتى او امتى انا اشوفها؟ ده احنا شغالين فيه حاليا. شغالين يعني شغالين فيه حاليا. كانت المشكله مشكله يعني ايه، ان اوفر للمأمور الاجهزه اللي اشتغل بيها وادربه عليها لا هو مدرب ليه؟ انا عندي في المأموريات بالفعل البرامج موجوده والنظام موجود، ولكن مش متوافر الاجهزه بالكامل. انت عايز محتاج فلوس، محتاج ان انا اكمل للمقامير دول البنيه الاساسيه بتاعتهم، ان كل مأمور يبقى له الجهاز الخاص بيه بحيث انه ما يبقاش فيه احتكاك مع الممول. يعني اللي انا بنشده ان انا ما يبقاش فيه احتكاك كبير بالممول، ما عطلش الشركه مثلا شهر وشهرين يروح المقامير يقعدوا يفردوا الدفاتر والسجلات ويقعدوا يفحصوا وبتاع لا مش عاوز. واسهل حاجه عندنا في مصر تسييف الدفاتر يعني. وبعدين حاجه الفحص هنا لما هيبقى معلوماتي هيقلل المشاكل، لان هيبقى من معلومه فعليه عن الممول. طيب معلش خاطر الوقت ارجع للسؤال بقى بتاع السوق.
والاسعار واظبطها ازاي، وحته انه بس مجرد الكلام عن ضريبه تلاقي كل حاجه ارتفعت، يعني الدولار تنسيق. اللي ملوش علاقه مثلا بالخضار والفاكهه رفع الاسعار دي كلها. دي محتاجه تنسيق وانا هعمله بالفعل وبدات فيه وشغلت ونفذت جزء منه. تنسيق بين الماليه والتموين والداخليه كمباحث تموين ومباحث ضرائب وحمايه المستهلك. لابد ان احنا الاربعه نحط ايدينا في ايدين بعض، بالاضافه بقى لرجال الصناعه اللي المفروض ان هم عارفين ان سعر السلعه بتاعتهم كام المفروض تتباع في السوق. يعني انا هقول لسيادتك على حاجه، في احدى الشركات لا داعي لذكر اسمها بتديكي السلعه بخصم، حاجه بتسمى في السوق العموله، بحيث ان انت تبيعي السلعه بتاعته في السوق بالسعر اللي هو يحدده ما يزيدش، وتاخدي عمولتك على كم المبيعات اللي انت بعتيها. ده بيضمن سعر سلعته في السوق. وانا يا بتاع الضرايب بعترف بذلك، وطالما اصدر فاتوره وفيها ذات السعر اللي الشركه محدداه، الشركه المنتجه، انا باخد بيها وما بطلعش عليه فروق. هنا بيبقى فيه نوع من تضافر الجهود بين الوزارات المختلفه والجهات المعنيه كلها في ضبط الاسعار في السوق. يعني احنا عملنا مثلا بالتنسيق مع وزاره التموين حمله على تجار السجاير في بعض مناطق القاهره والجيزه، اللي زودوا الاسعار لوحده، اللي هم زودوا الاسعار لوحدهم، وخدنا منهم بدل مصادره للكميات اللي هم اللي عندهم واللي بيزودوا الاسعار عليها، زائد ضريبه على فرق السعر اللي هم بيبيعوه، بحيث ان هو ما يكررهاش تاني. بس انت برضو ما بتقدرش تغطي كل السوق. ما اقدرش، بس محتاج تضافر جهود. ليه؟ لان انا النهارده لو طبقت الكلام ده على السلع الخاضعه للضريبه، في سلع كتير مش خاضعه للضريبه وسعرها زاد. مش ذنبي ده من قبل القيمه المضافه ما تتطبق، يعني حاجات زايده على حس القيمه المضافه. ما انا بقول لساتك، يعني احنا مثلا ودي سمع على فكره، يعني 91 لما طبقنا قانون المبيعات وكانت منتجات الالبان بالكامل معفاه من الضريبه، والناس زودوا سعر الجبن والالبان. طب بتاع ايه؟ ده مش خاضع الضريبه اصلا، بتزود ليه الضريبه؟ فهنا او بتزود السعر ليه؟ فدي عاوزه تضافر جهود من الناس كلها، من جميع الاجهزه، ومن الشعب نفسه يكون عنده وعي ايه السلع الخاضعه للضريبه وايه السلع الغير خاضعه للضريبه، زي ما بقول لحضرتك. طيب خلينا السلع نشوف نواب الشعب هيكون رايهم ايه يعني، والجدل بقى او داخلين مستعدين تبقى معركه يعني او حاجه مع الجلسه العامه ان شاء الله هتكون لا ان شاء الله تبقى كويسه. طيب في جلسه تانية قريب ولا خلاص كده لجنه خطه وموازنه انتوا اتكلمتوا معاهم والدور على هو طبعا بقى. جلسه خطه وموازنه بتكتب تقريرها وتوصياتها وبتقدمها ولا وبتقدمها، لان بصراحه اتبعت اسلوب رائع في مناقشه القانون. لجنه خطه الموازنه استدعت حوالي 400 واحد من المهتمين بالضريبه، سواء كانوا شركات او غرف صناعيه وغرف تجاريه ورؤساء شعب داخل الغرف ومحاسبين ومحاميين، واتناقشت معاهم وعرضت عليهم القانون كله وخدت فاضل المواطنين العاديين. ما هو دول بيمثلوا المواطنين، يعني اصحاب المصلحه الاصيله يعني، معلش احنا ما هو احنا هندفع برضه. لا، اعضاء المجلس بيمثلوا المواطنين على فكره، هم حريصين قوي ان القانون يصدر في صالح الوطن. بس لسه في طبعا باب للتفاوض ما بينكم. هي بقى المناقشه بقى داخل المجلس، دي انا ماليش علاقه. لا بس انتوا لغايه اخر لحظه هم ال 4%. والله احنا يعني ايه، بنقدم السعر اللي بناء عليه يحقق التوازن بين الخضوع، بين سعر الضريبه وبين الاعفاءات اللي احنا عاملينها. طيب على كل الاحوال عشان الوقت خلاص انتهى، ف يعني حاولنا نفهم تفاصيل اكتر عن الضريبه المضافه وازاي هيتم تطبيقها واستعدادكم ليها وللسوق، لكن هنشوف الايام اللي جايه هيحصل في الموضوع ده ايه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم. شكرا استاذ عبد المنعم مطر، رئيس مصلحه الضرايب. شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم على المتابعه، وبكره يوم جديد في الحياه. اليوم اشوفكم على كل خير باذن الله تعالى.